اهلا بكم من جديد التقى رئيس اركان حرب القوات المسلحه الفريق اسامه عسكر مع قائد القياده المركزيه الامريكيه الفريق اول مايكل كوريلا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا ويهدف اللقاء الى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التقى الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه، الفريق اول مايكل كوريلا قائد القياده المركزيه الامريكيه والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكه والتعاون العسكري بين القوات المسلحه المصريه والامريكيه واعرب رئيس اركان حرب القوات المسلحه. عن اعتزازه بالعلاقات الراسخه التي تربط القوات المسلحه لكلا البلدين مؤكدا حرص القياده العامه للقوات المسلحه على تعزيز افاق التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكريه والامنيه فيما اشاد قائد القياده المركزيه الامريكيه بالدور المحوري الذي تقوم به الدوله المصريه في تحقيق الامن والاستقرار بالمنطقه مشيرا الى حرص بلاده على دعم علاقات الشراكه الاستراتيجيه والتنسيق المستمر بين الجانبين في العديد من المجالات حضر اللقاء عدد من قاده القوات المسلحه المصريه والامريكيه والقائم باعمال السفير الامريكي بالقاهره